سلام البنات، ان شاء الله يا ربي كامل تكونوا بخير. انا غايه والحمد لله يا ربي. اليوم حبيت نعمل معكم البسبوسه. شوفوا ديجا عندي كارني مازال ماشي معمر مسكين. اون تو كان هذاك بديت فيه قلت الغوصات اللي تخرج لي نكتبها والغوصات اللي ما تخرجش سي با لا بان نكتب ونعمر كارني. دونك البسبوسه تاعي وجدت كامل لي زانغريديون في الطابلو وني ماشيه نعملها. خليكم في الفيديو تشوفوا الغوصات. بون توجور نخلي كارني تاعي باش نقلا زانغريديون سو مومون. الحاجه الاولى خصنا 3 بيضات. بسم الله. ensuite 3 بيضات، عندنا ان فير دو سكر. ان فير دو سكر توجور نعبر بهذا الكاس تاعي مسكين راه راكم عارفين لي كادو تاع العرس كيفاش يجيو عاملين. دونك بدي بهذا نعمل به توجور عندنا العبار نفس باش ما يتلفليش. دونك بسم الله. بدات لو فير دو سكر ما نعمروش كامل باسكو الشربات حتى هي تجيب السكر. دونك اللي ما يحبش حلو بزاف انا دائما نقص في السكر، واللي يحبوها حلوه. اون تو كان بيسك الشربات تجيب السكر ما نكثرش فيها السكر. دونك بسم الله نحط الكاس. كما نحط حاجه نخلطها مع بعض. عاود عاملين لنا ان فير دو لي نفس الكاس نعبر به. بسم الله. مو لو فير دو لي نزيدو ان فير دو ويل تاع الزيت. من بعد نعملو لو زيت دو سيترون. ما نضحكوليش على السيترون تاعي توجور مخليتها سبيسيال الكاطو هادي. بسم الله. السيترون بيسكو ماشي توجور يكون عندي دونك دايما نخلي في الكونجيلاتور مخبيتها. نحتاج نجبدها ونخدم بها الكاطو. دونك هادي سبيسيال تاع الزست. هاو نخلطو. عاود عندنا ان فير دو سمول يعني السميد. دونك دو سمول يجي هيدا الفان كامل الداء يجي الصغير كامل فيهم. بسم الله. هنا نكبري بشويه ونعمل باش ما يتكورلاش. Après un sachet de levure chimique. من بعد نزيدو ان دومي فير دو سمول. ونعاودو نزيدو ان دومي فير دو نوا دو كوكو. من بعد ان دومي فير دو نوا دو كوكو. فوالا. شوفو البنات لاباط كيفاش تخرج عامنا. تجي ماشي عائدة، تجي جارية هكدا. نعاودو نفوتو مع بعض المول تاعك تعمل فيه الزبدة وتعاود تعملو بالفرينة باش ما تلصقناش فيه. دونك نوجد المول تاعي ونعاود نولي معكم. دونك البنات عملت هنا الزبده والفرينه باش ما يتلص عليش. وديجا راني كي بديت لا غوسيت راني عامله الفور 180 دوغري 180 درجه باش يكون سخون واجد وتطلع لي خفا سينو ما تطلعش. دونك نكب معكم مع بعض هكذا. بسم الله.
دونك ماما عملتها في المول، نمشي نحطها في الفوغ. اونتر طون نمشي نوجد الشربات. دونك فوالا البنات، النتيجه النهائيه تاع البسبوسه. الشربات ما قلت لكم كيفاش عملتها باسكو ما كنتش انجستري. الشربات تجي فيها 2 فير دو سكر، زوج كيسان تاع السكر، نفس الكاس اللي عبرت به باش خدمت البسبوسه، وربعة كيسان تاع الماء، وان ترونش يعني دو تاع سيترون، دويره تاع سيترون. نعملوها ونخليوهم يغليو ان سارتان مومون 10 مينوت ولا، وعاود نحيوهم. والبسبوسه كي نخرجوها سخونه من الفوق نصقيوها بالشربات ونخليوها تنتفخ. الحبه جات عندنا هيدا، فوالا هيدي الحبه هيدا، نعاود نزوقوها من فوق بنوا كوكو باش تجي شابه. دونك فوالا هذه هي البسبوسه تاعنا. بعد وجدنا صينيه تاع لاتاي وحطينا الكادو. دونك ان شاء الله يا ربي تنسبونا لكم فيديو تاع اليوم، ما تنساوش المشاركه في القناه، اي على بروشين فيديو ان شاء الله.